نستضيف الأخ إدريس حيبلة، الكاتب رئيس لجنة الإعلام والتواصل بعصبة الشمال الغربي الكرة الحديدية، اللي غيتكلمنا على هذا الدوري الماراثون اللي كيتجرى بالعريش، اللي كينظموا يعني مستوى المشاركة هذا العام بالنسبة ل... بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا على الاستضافة في إطار احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد الشباب، عيد الشباب وذكرى ثورة الملك والشعب، ينظم نادي لوكوس العرائش الماراثون الأول في الكرة الحديدية، وذلك انسجاما مع البرنامج السنوي لعصبة الشمال الغربي للكرة الحديدية. يشارك في هذا الدوري حوالي 35 ثلاثية من مختلف العصب الجهوية، ويدور هذا الدوري على شكل ماراثون. مجموعات كما يشارك في هذا الدوري مجموعة من اللاعبين المرموقين، من بينهم بعض اللاعبين الدوليين الذين سيشاركون في بطولة العالم القادمة إن شاء الله في كندا. نعم، بين هذا اللاعبين لاعبي المنتخب الوطني حسب علمنا هناك أربعة يعني لاعبين ديال المنتخب ينتمون إلى فريق ستاد المغربي، يمكن تعرف على الأسماء المشاركة؟ من بين هاد اللاعبين الذين سيشاركون في بطولة العالم للكرة الحديدية بكندا، هناك اللاعب المتميز، اللاعب الخلوق، اللاعب محمد عجواد الذي يعتبر الركيزة الأساسية للنخبة الوطنية، ثم هناك الشاب علي المكاوي، علي المكاوي ظاهرة الكرة الحديدية في السنوات الأخيرة. نعم، وبالنسبة للنادي يعني أنت حضرت عدة يعني مسابقات نظمها النادي، في المستقبل كيف يمكن لهذا النادي أن ينظم مثلا مسابقة تكون دولي من حجم كبير يعني في المستقبل؟ سبق لهذا النادي أي نادي لوكوس العرائش أن نظم الأسبوع الفارط الدولي السنوي ديالو، والذي يندرج ضمن البرنامج السنوي لعصبة الشمال الغربي، وكان بحق في مستوى الحدث. دوري شاركت فيه حوالي 95 ثلاثية من مختلف العصب الجهوية، وبحق كان دوري ناجح بكل امتياز، والدليل على ذلك هو هذا الفضاء الجميل الذي في حقه يساعد على تنمية وتطوير الكرة الحديدية داخل العصبة الشمال الغربي أو على المستوى الوطني. يعني هذا الفضاء هذا يتيح أو يعني يساعد اللاعبين على إبراز القدرات ديالهم والمهارات ديالهم. تلاحظوا بأن يعني سنة على أخرى يعني نادي لوكوس العرائش يتحسن على مستوى التنظيم، على مستوى المشاركة، على جميع المستويات. وتقييمك المشاركة من ناحية التقنية، من ناحية المنافسة، يعني قوة المنافسة؟ كما نلاحظ يعني أن هناك مشاركة قوية لبعض الثلاثيات البارزة على المستوى الوطني، والتي تحقق نتائج إيجابية داخل عصبها. نذكر على سبيل المثال اللاعب الدولي السابق إيسي يوسف صغير الذي ينتمي إلى الجمعية الرباطية، ثم هناك المهدي السباعي ولاعبين آخرين ينتمون لأندية سوق الأربعاء الغرب، القصر الكبير، طنجة، سيدي يحيى الغرب، ومجموعة من الأندية اللي في الحقيقة أصبحت تفرد نفسها داخل المنظومة الكرة الحديدية. ولاحظنا كذلك مشاركة بعض الأطفال يعني في هذه الرياضة، كيفاش يمكن نمو الرياضة بالنسبة للأجيال الصاعدة باش تعطر هذه الرياضة؟ هذا شيء إيجابي، وهذا هو اللي تطمح عليه اللجنة التقنية الوطنية، هو إعطاء الفرصة للشباب من أجل الخلف، يعني من أجل إيجاد الخلف الشبان على مستوى النخبة الوطنية. يعني هذه رسالة للأندية الوطنية من أجل تشجيع الشباب، كذلك العنصر النسوي، كذلك العنصر من أجل تأتيت الفضاءات الرياضية للكرة الحديدية.